توم كروز مش أول ولا هيكون الأخير في قائمة النجوم العالميين اللي ورا ابتسامتهم البراقة طبيب أسنان محترف. سيلين ديون، نيكولايس كيج، أوبرا وينفري، فيكتوريا بيكهام، أنجلينا جولي، داني جلوفر، إيما واتسون، جوليا روبرتس، وكاترين زيتا جونز. قائمة لا تعد من النجوم العالميين خضعوا لجلسات تقويم وتجميل الأسنان. من زمن مش بعيد كان الحصول على أسنان سليمة وجذابة أمر مرهق، لكن مع النقلات المتكررة في أجهزة وتقنيات تجميل الأسنان بقت ابتسامة نجوم هوليود الساحرة ملك للجميع. أهلا بكم. لكن في الطريق عشان تكون ابتسامة هوليود الساحرة ملك للجميع ما كانش الطريق سهل، ما كانش زي ما بيقولوا ممهد. ده الطب الخاص بطب الأسنان أو بعلم طب الأسنان ده تقدم مذهل مذهل يا جماعة. يعني لو رجعنا للتاريخ وبصينا لأدوات طب الأسنان القديمة، انتوا هتشوفوا النهاردة ازاي الفرق الزمني جبار في طب الأسنان، جبار. يعني في فروع في الطب كلها تقدمت، كل فروع الطب تقدمت تقدم كبير، لكن طب الأسنان بالذات أنا أعتقد أنه من أكثر الفروع تطورا في السنوات الماضية. لو بصينا على أدوات طب الأسنان القديمة تذهل، إيه ده؟ أدوات غريبة جدا وصعبة وكبيرة. كرسي طب الأسنان ما كانش كرسي مريح خالص، وكان عشان يعملوا أي بروسيدر أي تقنية في الأسنان لازم يكلبشوا العيان، لازم يربطوه يربطوه بقى ايه. وكانت خلي بالكم الطريقه مؤلمه، الالم كان مصاحب لطب الاسنان، ما كانش في حاجه بتحصل من غير الم. واستمرت القصه دي، استمر ربط العيانين بالحبال لفترات طويله اثناء علاجهم، خلاص ما كانش ينفع يسيطر عليهم الا بربطهم. مع مرور السنين بقى بدات المساله تتحسن، وبدا يبقى في تنسيق للاسنان بشكل كويس، ولقوا الستات دخلت مجال طب الاسنان سواء كمساعدين او دكاتره، ونجحوا نجاح كبير في الوقت دوت. الكلام ده يمكن في اوائل القرن اللي فات، لكن برضه كان في لسه بدائيه في الامر. امريكا سبقت روسيا، يعني امريكا تقدمت تقدم كبير جدا عن روسيا. روسيا قعدت فتره طويله بدائيه في الوقت اللي الامريكان كانوا فيه الحقيقه متقدمين تقدم كبير. في الخمسينات بقى بدأت آلات معينة تظهر، آلات خاصة بعلاج الأسنان بتاع الأطفال، وكانت أجزائها معقدة وكبيرة برضو، تمسك السنان مش عارف من قدام إزاي ومن ورا تمسك دماغ العيان إزاي. وكان برضو أدوات لسه طب الأسنان حتى في الخمسينات والستينات كانت معقدة، وكان طبيب الأسنان يتخاف منه برضو، ما كانش المسألة سهلة. الأشعة بتاعت الأسنان، الصورة اللي يمكن الأخيرة لينا، أشعة كانت غريبة، ما كانش فيه بقى لسه أشعة مقطعية، وكان طب الأسنان بتعمل في أي حتة، يعني مثلا ممكن في الحرب، ممكن في مكان مفتوح، ممكن في جنينة، ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي أطباء الأسنان يا أخوانا بيتعاملوا في حاجات كأنها يعني واحد تمام. كمان من الأماكن طب الأسنان اللي بيتصرف عليها كويس جدا في الديكورات، بيتصرف عليها كويس جدا في التجهيزات. يعني أغلى عيادة من أغلى العيادات هي وعيادة الرمض على فكرة، الاثنين دول من أغلى عيادات على الإطلاق في الطب. النهاردة حوار مثير جدا ومهم جدا عشان نشوف الأحدث بقى، نشوف إزاي قفز العلم قفزة كبيرة من اللي احنا شفناه من غياهب القرن الماضي إلى الحاضر الآن، لنرى بالفعل كيف تقدم طب الأسنان في مصر وأصبح مواكبا لطب الأسنان العالمي، بل في نقاط معينة ربما نستطيع أن نقول أنه بيتفوق عليه بدون مجاملة. النهاردة معايا اسم متميز بنى صرح متميز جدا وأداء علمي راقي للغاية، والحقيقة هو مش ضيف واحد ضيفين، يعني الاثنين بيتميزوا بأداء علمي متميز للغاية. طبعا المؤسس لبريتش دينتال سمايل ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم، وطبعا يعني الاسم المتميز في بريتش دينتال سمايل دكتور عبد الله متولي هيكونوا ضيفية في الدكتور. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان. علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%.
الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. في هذا الحوار الممتع اسمحوا لي ان نرحب بضيفي العزيزين عن يميني، طبعا ضيف العزيز الاسم المتميز الاستاذ دكتور كريم ابراهيم. اهلا بك يا دكتور كريم، منورني ومشرف الدكتور. واسمح لي ان ارحب بضيفك وضيفي الدكتور عبد الله متولي الاسم المتميز وطبعا صاحب دائما الاداء المتميز والاراء العلميه القويه. ازيك يا دكتور عبد الله؟ منورنا. الله يخليك. حوار انا بسعد بهذا الحوار جدا جدا. خلينا نبدا الاول عن الدكتور كريم. في بريتش دنتال سمايل انت دايما بتقول لي انا احنا بندور على الحاجه الكاستم ميد الاحدث. طبعا انا وريتك بقى القديمه، اعتقد انت بتشوفت وبتضحك على الحاجات دي. انا بحب التاريخ عشان اوري الناس القفزه اللي حصلت. فكلمني على القفزه ازاي حصلت. والله يا دكتور ايمن حضرتك جايب حاجات هيستوريكال بتوضح فرق التكنولوجي وفرق البروسيدجرز اللي كانت بتتعمل في طب الاسنان. بس انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه ان من 5 سنين لحد النهارده احنا في طفره يعني تاريخيه فظيعه. يعني خلال 5 سنين بس من اوائل الالفينات، يعني مثلا من 2010 لحد 2018 طب الاسنان اختلف تماما بكل اجهزته، بكل التكنيكس اللي كنا بنشتغل بيها، بكل البروبورشنز. فاحنا بقينا ما بنتكلمش مثلا في فرق زمني 100 سنه و150 سنه، احنا بنتكلم في 5 سنين. 5 سنين ممكن كل حاجه تتغير تماما. كل البيبرز اللي كانت طالعه، الاراء العلميه اللي كانت طالعه، الاجهزه اللي كنا بنشتغل بيها، التكنولوجيز، الجايد لاينز، كلها اتغيرت تماما. فطب الاسنان في الفتره دي بيقفز قفزات يعني كبيره عاليه جدا. كلمة كاستم ميد احنا يعني اول ناس قلناها في مصر في بريتش، وكنا بنقولها الاول على اساس ان هي بريتش كونسبت، هو كونسبت احنا بنشتغل بيه وابتدينا نطوره ونفهم الناس فكرته. الكاستم ميد ببساطة ان انا بروح اشتري فستان او بعمل بدلة، بروح اشتريها جاهزة. دي ليها قيمة معينة. او انا بقى لما هاجي اعمل فستان او هعمل بدلة بس هعملها عند مصمم وابتدي ادرس نقط الضعف والقوه في جسمي وابتدي اعمل شكل الفستان بشكل معين والتقسيمه بتاعته بشكل معين، ده ليه قيمه ثانيه خالص، اعلى واقيم واغلى. فبالتالي احنا بنتكلم على نفس الفكره في السمايل. احنا مش عايزين حاجه ريدي ميد، مش عايزين حاجه جاهزه بتتعمل للمريض ده زي المريض ده زي المريض ده. احنا عايزين كاستم ميد، مريض بيدرس بكل تفاصيله، نبدا نعمل له سمايل تليق على شكله وتليق على وشه وتليق على تفاصيل الحركه بتاعته. دي الفكره بتاعتك. دي فكره الكاستم ميد الاصليه، ان دي حاجه بتتصمم عشانك مخصوص، السمايل تليق عليك انت بس ما تليقش على غيرك، ودي تفرق كتير في القيمه والفاليو. ايه العوامل اللي بتاثر على الكاستم ميد؟ والله دكتور ايمن احنا في بريتش كنا قلنا ان احنا لينا بروبورشنز خاصه بينا، احنا بنشتغل بارقام معينه وبتفاصيل معينه خاصه بينا. وابتدينا نوضح للناس اكثر تفاصيل ان احنا ابتدينا نعمل لكل مجموعه بلاد ارقام خاصه بيهم وتصميمات خاصه بيهم بتليق عليهم اكتر وبتدي شكل اكتر. فابتدت الناس تتساءل عندنا على صفحه الفيسبوك وعلى التليفونات، يا جماعه طب ما تدونا الارقام دي على اساس نستفيد بيها. انا عايز اوضح ان هي مش ارقام ثابته، يعني خلوني اوضح ايه الفكره اللي احنا بنشتغل بيها ببساطه كده. احنا مثلا لما كنا بنيجي نعمل سمايل ديزاين كنا بنرسم على شكل الشخص، بس اكتشفنا ان مش شكل الشخص بس هو اللي يفرق في تصميم الابتسامه، في عوامل تانية. ايه هي العوامل التانية؟ مثلا البيئة اللي هو نشأ فيها. خلينا اوضحها اكتر. كنت بقرا بيبر من فترة قالوا ان الشعب المصري مثلا والشعب الايطالي والشعب الامريكي بينهم حاجة مشتركة، ان هم بيجيدوا الفنون الكلامية. يعني دايما تلاقي المسرح مزدهر عندهم، السينما مزدهرة عندهم عن اقرانهم في البلاد اللي حواليهم. تلاقي ايطاليا وامريكا ومصر من الدول اللي دايما مثلا في الوطن العربي تلاقي مصر هي مزدهرة في الفنون، الغنى، المسرح، السينما. فدكاترة الاسنان ابتدوا يركزوا انهم يرسموا شكل الاسنان للبلاد دي in a motion، والشخص بيتكلم اهم من البوز، اهم من وهو ساكت وهو بيبتسم، يرسمها له في الموشن بيبان ايه وهو بيتكلم، لان دي بتفرق قوي مع الدول دي. ابتدينا نقول مثلا ان دول الخليج العربي زي الجولف ايريز، السعوديه، الكويت، قطر، الامارات وما شابهها من دول الخليج العربي، اكتشفوا ان الناس دي بيتميزوا بالعاطفه الشديده، عندهم عواطف
شديدة، فبيحبوا يضحكوا ضحكة من القلب زي ما بيقولوا. فابتدينا نركز على فيهم على الوايد سمايل، لما يبتسم ابتسامة كبيرة قوي لازم يشوف نفسه شكله حلو قوي. يبقى مش ان موشن اكتر من وهو وايد سمايل تبان ابتسامته حلوة جدا. اكتشفوا ان دول جنوب شرق اسيا اللي هم اليابان وما شابهها من الدول الدول دي ما عندهمش مهارات كلامية، فابتدينا نركز فيهم على البوز سمايل، وهو ساكت وبيبتسم ابتسامة خفيفة يبقى شكله حلو قوي. فما بالك يا دكتور ان احنا بقينا نركز ان تفاصيل الابتسامة بتاعتنا بقى ليها علاقة هو نشأ فين، بيشتغل على ايه. انا كنت في امستردام من فترة، فبتكلم مع دكتور اسنان في التصميم، قال لي ان هم كان عندهم ازمة فضلت 5 سنين، ان دايما الهولنديين عندهم حاجة اسمها السنة اللاترالز اللي هم السنترالز، السنتين اللي في الوسط السنان اللي جنبيهم، اكتشفوا ان دايما بيبقوا معوجين شويه، يعني مهزوزه كده معموله كده. لما دكتور الاسنان بقى يصمم الابتسامه مرسومه على المسطره، بقى الشخص متضايق يقول له دي فيك، انا مش حاسس نفسي في الابتسامه دي. لما ابتدوا يعوجوا شويه اللاترز يدوا فيها بس انكلاينيشن خفيف، ابتدت الناس تتبسط. فهي الفكره التجميليه قائمه على السيرفيز، على الفن، على السنس اكتر منها على قواعد ثابته او ارقام ثابته، وده اللي بنعمله في بريتش وبنشتغل عليه. انا بحييك على الكلام ده، كلام محترم ومهم جدا. حتى لو خدنا بالنا يا جماعه فعلا المسارح المشهوره في العالم 3، يعني هتلاقي امريكا برودواي والحاجات دي وايطاليا ومصر طبعا المسرح المصري والاداء السينمائي المصري، احنا المتفوقين، مفيش حد يقدر ينافسنا في الحته دي في المنطقه العربيه. والغريب ان النجوم الامريكان المتفوقين جدا جدا في السينما كلهم من اصل ايطالي، يعني الباتشينو، روبرت دينيرو، وكمان يعني دول اشهر، وتقريبا جوني ديب، دول كلهم ايطاليين 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 ناتيف يعني. يعني حتى ليوناردو دي كابريو ام ايطاليا وابو الماني او العكس، يعني في جو نص ده. يبقى اذا الايطاليين دول يعني فعلا لازم. والله حضرتك يا دكتور امين بتكمل لي المعلومه دلوقتي، يعني المعلومه دي مش عندي خالص. دول المعبرين يعني اللي هم الناس اللي بتعبر ببقها، بس بتتكلم بسنانها بكتير يعني. انا وانا بقرا البيبرز دي قلت يا نهار ابيض امال، يعني الدكتور اللي ما عندوش وقت يقعد مع المريض ده هيصمم الابتسامه ازاي؟ ده ابتدوا يتكلموا في البيئه اللي نشا فيها وطبيعه الدوله اللي هو عايش فيها. فابتديت اتكلم مع فريق العمل عندي ان يا جماعه لا، تصميم الابتسامه بقاش لعبه، ما بقاش هزار يعني. الناس بقت بتشتغل على سيرفيز ومسابقات ويشوفوا اجمل ابتسامه ويشوفوا الشعب ده بيليق عليه ايه. وعشان كده ابتدينا نقول ان الناس بتتبسط من ده. يعني مثلا الاسنان اللي احنا شايفينها او الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا هي بتعاني من فراغات. انا عندي فراغات والفراغات دي مضايقاني وعايزه اعالجها واشتغل عليها. فالفكره الرئيسيه في فكره الفراغات دي ان كل الدكاتره يعرفوا يقفلوها، يعني مفيش دكتور هيعرف ان هو هيعرض الفينيرز اللي هيستخدمها شويه ويقفل الفراغات. لكن التصميم ازاي، زوايا الاسنان ازاي، الاطوال والعرض بتاع السنه ازاي. وعشان كده انا بقول دايما ان بيشنت بريتش بيخرج مبسوط، دايما بيخرج راضي عن التصميم. طبعا مفيش حد بيرضي كل الناس، بس انا بتكلم بنسبه ان معظم البيشنتس بتوعنا بيخرجوا مبسوطين لانه حاسس ان شخصيته ما خرجتش منه. يعني دي يا دكتور ايمن كلمه شائعه دايما المريض يقولها، يقول لك انا بعد ما عملت اسناني حسيت ان انا اتغيرت، انا ما كنتش عايز ده، انا عايز افضل زي ما انا. في بريتش بيخرج زي ما هو، بيخرج هو نفس البني ادم بنفس تعبيرات وشه، لكن شكل اسنانه اجمل واصدق وتديله ابتسامه كويسه قوي. احييك على التصوير. يس التصوير محترف قوي. انا دايما دكتور ايمن بكرر في الحلقات ان حضرتك اول واحد نبهت لي النقطه دي، وانا اهتميت بيها وطورتها، لان فعلا كان التصوير من اهم الحاجات اللي المريض نفسه بقى يطلبها مننا. يعني انا عندي دكتور عبد الله بيشتغل على التصوير بشكل قوي جدا، لدرجه ان انا ما بقتش اشوف المريض غير من الصور الاول، ما اشوفوش هو، اشوف صوره الاول عشان ابدا ادرس الشغل بتاعه والتفصيل بتاعه والتصميم بتاعه قبل ما اقابله وابدا اخد منه المعلومات اللي انا عايزها. ده معناه ان الحالات دي ما بتخرجش بالصدفه، الحالات دي ما بتخرجش باي لك، مش انت مره طلعت حاله حلوه، لا، الحالات دي بتدرس، فبيطلع 98% من حالاتك بترضي المريض بتاعك وهو ده الهدف. ده معناه ان البنت اللي دخلالي ولابسه جينز وقميص وربطه شعرها دي الحصان هعمل لها تصميم، غير البنت التانية اللي لابسه فستان وفرد شعرها ولابسه جزمه كعب. تفرق كتير شخصيه المريض اللي قدامك في كيفيه التصميم اللي الوظيفه طبعا. مش بس يا دكتور ايمن الوظيفه، في حاجه كمان اخطر من الوظيفه، الغرض من تصميم الابتسامه. يعني انت جاي تصمم الابتسامه ليه؟ في حد يقول لي والله انا عايزه
البارتنر بتاعي او جوزي يشوفني حلوه. فدي تفرق عن واحده بتقول لي انا عايزه ولادي يشوفوا حلوين. في واحد يقول لي انا داخل على وظيفه فعايزه ابان سمارت عشان اقبل في الوظيفه دي. في حد يقول لي انا داخل على علاقه عاطفيه فبالتالي عايز اسناني عشان اثق في نفسي يبقى شكلي كويس. في حد يقول لي انا بقوم وده اخطر عيان. اول ما ابص في المرايه ببقى راضي عن نفسي ودي اخطر عيان اهتم بيه جدا لان ده اخطر عيان بيعمل تجميل اللي مش راضي عن نفسه قدام المرايه. ال- ال- الاسنان اللي احنا شايفينها قدامنا دي لو حضرتك خدت بالك دي كانت لفنان جميل يعني ظريف وانا بتكلم على فكره ان الدكتور اللي عمل التركيبه اللي في الوسط قبل ما يشتغل ما خدش باله من اللثه ما خدش باله ان اطوال اللثه مش متناسقه مع بعضها رسمه التركيبه مش ماشيه مع رسمه اللثه فابتدينا نغير ده ونشتغل عليه عشان نظهر رسمه اللثه متناسقه عشان نظهر اسنانه لو شفنا الصوره بعد هنلاقي رسمه اللثه ورسمه اسنانه انتظمت فالابتسامه مريحه دي ابتسامه نجم دي ابتسامه شخص جميل تقدر تبص عليه وتتقبل تعبيرات وشه فزي ما قلنا خلاص ان يا جماعه تصميم الابتسامه ما بقاش لعبه تصميم الابتسامه بقى فيه علم وفكر وبقى بحر من العلم كل شويه بنزود جزء في بريتش بقينا لينا الكونسبتس الخاصه بتاعتنا والارقام الخاصه بتاعتنا وبنطور فيها وبنشتغل عليها وعشان كده بنحاول نرضي مرضانا على قد ما نقدر عايز اروح للفينير يا دكتور عبد الله الفينير فينير يعني ليها دلوقتي شعبيه كبيره هل هي شعبيه حقيقيه ده رقم واحد ولا شعبيه تقدر تقول عليها مؤقته وهيحل محلها حاجه تانية يعني هل هي شعبيه علميه مبنيه على اساس علمي وقيمه علميه عايزك تكلمني على الفينير ايه هي وتقول لي المعنى ده صح ولا غلط تمام هي الفينير هي قشره زي عدسه السلام بالظبط او زي الضوافر اللي البنات بتركبها قشره رقيقه جدا 0.3 مليمتر بتتركب على السنان من بره عشان انا عايز سمايل حلو انا عايز ابتسامتي تبقى جميله ومش في نفس الوقت مش عايز ابوظ اسناني هي بالظبط القشره دي انا مش عايز ابوظ اسناني فبحط قشره من بره خارجيه ترسم لي السمايل اللي انا عايزها باللون اللي انا عايزه بالاطوال الجديده اللي انا عايزها حسب التصميم بقى اللي انا عامله للوش البيشنت اللي جاي بس فهي طبقه رقيقه جدا تحط على السنان زي ما احنا شايفين كده واهم حاجه فيها ان السمك بتاعها بيفرق جدا لان السمك بتاعها ده هو ده اللي لو انت شايف مثلا في الصوره دي يا دكتور هتلاقيها مثلا شفافه اللون الاسود اللي وراها ده معناه ان هي شفافه جدا يعني سمكها رفيع جدا وده اهم حاجه فيها السمك بتاعها هي دي الفينيس انواعها راحة وما جاوبتنيش على السؤال اللي هو هل هي شهرة حقيقية تراعى علمية ولا انت عندك بعد نظر جيد بيعجبني ارائك لتطورات فكر الناس هل هتظل الفينير متربعة على عرش التجميل ولا انت شايف ان الامور هتاخد منحة اخر هتظل هقول لحضرتك ليه بعد يعني هتيجي في الاسئلة اللي جاية المهم بس اسئلتي كانها اسئله الدكتور سنان خلي بالك بالظبط انا بقيت خبيث في اسئلتي شكرا دكتور عبد الله هي الفينير لو اتعملت صح هتبقى بيرفكت هتبقى حاجه احسن حاجه في الدنيا احسن وعلميا كمان مظبوطه وكل حاجه لو اتعملت تجاريه الفينير التجاري هتبدا تختفي من مصر يعني واحنا ممكن يبقى دكاتره كتير ما لهمش ذنب ان هي تختفي بس بسبب دكاتره تانيين بيعملوها غلط بيعملوها تجاريا فهي لو اتعملت غلط بتبقى يعني مساوئها اكتر من منافعها بكتير بمراحل يعني بس فانت ترى انها ستتربع اذا ظلت تعمل بشكل لو اتعملت مظبوط بالظبط طب السؤال الثاني يشاع ان الفينير بتعمل حساسيه في الاسنان ما هو دوت بسبب ان انا لزقتها غلط لو الفينير انا لزقت الفينير غلط هيبقى معانا الصوره دلوقتي لو انا لزقت الفينير دي غلط هي الفينير دي حاجه اسمها تكنيك سنسيتيف لو اتلزقت غلط بتعمل حاجتين بتعمل ريحه كريهه في الاسنان تلاقي مشهور قوي عن الفينيرز يقول لك انا مش عامل فينيرز عشان بتعمل لي ريحه وحشه في بقي ولو اتلزقت غلط في الصوره دي اتلزقت غلط الفينير هتلاقيها مش راكبه على السنه فهيبقى في مسافه بين السنه وبين الفينير فهتعمل حساسيه في الاسنان دي كده فينير ملزوقه غلط تماما دي تعمل لي حساسيه في الصوره اللي قبل دي كان في حاجه اسمها فلوسنج السنان الطبيعيه ربنا خلقنا بنعمل فلوسنج يعني الخيط زي في الصوره يقدر يخش بين اسناننا معظم الدكاتره بتوع التجميل اللي بيعملوا فينيرز
بيلزق على طول بين السنان ما بي اسهل يعني ما بيعملش فلوسنج. طيب انا لو ما عملتش فلوسنج ده ايه اللي هيحصل؟ انا اسناني ربنا خلقني في فراغات بينها، لو انا قفلت الفراغات دي تماما 100% هتعمل لي ريحه كريهه في البق، وده دي من برضو اكتر المشاكل الشائعه في الفينيرز يعني. هقف برضو عن سؤال تاني، ليه بعض السناتر او بعض الاماكن بيعملوا كراون وما يعملوش فينير؟ يعني ميالين لكده بالظبط. فايه رايك يعني فسر لي برضو، انا بحب اعرف اسرار ده، بيقول لي اسرار فصيح. انا اقول لك الكراون للدكتور اسهل بكتير. يا سلام. بكتير. هو بيبرد لك السنه كلها ويغطيها بكفر، كده كده هتتغطى فخلاص مش هشوف البيشنت ده تاني. طب الفينير؟ لا الفينير لازم تتلزق بطريقه معينه ولازم تبقى دقيقه بنسبه 99%. لا لازم تبقى دقيقه بنسبه 100%. لو اتلزقت صح هبقى انا ما بردتش سناني وخدت نتيجه حلوه وهتبقى احسن من الكراون. لكن انا بلجأ للكراون لو انا عايز انجز، لو انا عايز اخلص اعمل كراون اركب مش هشوف البيشنت تاني، بس هبقى بردت له اسنان. الفينير مثلا في صوره زي دي اللي قبل دي، الصوره اللي قبل دي ده تحضير فينير، والصوره اللي بعدها تحضير فينير. تحضير الفينير اللي في الصوره اللي بعدها دي ده يسبب كوارث. انت هتلاقي السنه الصوره اللي بعد دي هتلاقي السنه متاكل منها كتير جدا، هتلاقي يعني البيشنت لو فينيرايه وقعت منه ما يعرفش يمشي كده، ما يقدرش يمشي. افرض هو مسافر مثلا وقعت منه واحده ما يقدرش يمشي بالمنظر ده، السنه كده ده كده معمول اوفر ريدكشن، معمول زياده في البرد، بردش زياده على الزوم بالظبط. الصوره اللي قبل دي ده اللي احنا بنعمله عشان نعمل فينير. انا بخشن السنان بحيث لو في بيشنت فينيرايه وقعت منه هو ده نفس شكل سنانه. انا ما غيرتش فيها، انا بس خشنتها، ولو شلتهم هيرجع نفس شكل سنانه اللي جاي لي بيها، فمفيش مشكله تماما. العمر بتاع الفينير قد ايه؟ لو معمول صح ومعمول كده طول العمر يفضل على طول. يفضل على طول. لو معمول بالطريقه الثانيه اللي الدكاتره بيستسهلوا ويعملوها، انا هنا في طبقه اسمها الانامل، انا برد 0.2 من السنان. ده صعب جدا ان انت تبرد 0.2 من الملي من السنان، 0.2 مليمتر. ده صعب جدا. انا لو بردت النسبه دي بس الفينير هتمسك بحاجه اسمها كيميكال بوند مع السنه، عمرها ما هتقع. لو انا بردت زياده زي الصوره اللي بعدها الفينير هتقعد 3 4 سنين وهتقع. في بقى سؤال يعني مهم ونقف قدامه شويه، طب حط لنا قاعده للناس كلها تبقى عارفه امتى تعمل فينير وامتى تعمل كراون. تمام. انا الاول لازم اول حاجه ان انا اثق في الدكتور بتاعي، ان انا رايح مكان انا واثق ان هو مش هيعمل لي حاجه استسهالا منه عشان ما يشوفنيش تاني يقوم عامل لي كراون وخلاص. انا لازم اثق في الدكتور بتاعي، ان انا ما اروحش مكان تجاري، انا ما اروحش مكان ما قابلش فيه صاحب السنتر واقابله اول مره وخلاص. لازم الدكتور بتاعي يبقى زي ما تقول صاحبي. بتاعي وصاحبي. لا ودكتور. ودكتور. يعني يعني اللي انت قلته ان واحد يقابل حد وما يقابلوش تاني ده مش دكتور يعني مش ده مش طب. بالظبط. يعني ده بقى حاجه ثانيه بقى غير الطب. هي الفكره دكتور ايمن في التايم كونسيومنج، هو الدكتور هيفضي وقت من حياته قد ايه عشان يعيش مع المريض بتاعه؟ كل ما الوقت ده يزيد كل ما النتائج بتاعت الشغل بالذات في التجميل تزيد. يعني كل ما الدكتور ياخد تفاصيل من المريض اكتر ويعيش معاه تفاصيل شغله، غير لما يبقى مش عايز يشوفه غير مره واحده ويمشي. يقدر يعمل ده لو هيعمل حاجه سيمبل ستريت فورورد مش تجميل. يعني يعمل يعالج سنه فيقدر يعالجه في يوم واحد وخلاص والقصه تنتهي. لكن فكره هتصمم له تصميم ابتسامه لازم تصاحبه شويه زي ما دكتور عبد الله بيقول. صاحبه، اديله من وقتك شويه عشان تقدر تطلع تفاصيل ترضيه وترضيك على المستوى العلمي ومستوى الشغل. ده هيفرق في تحديد انت عايز فينير ولا كراون. هيفرق. انا في بيشنتس بيقولي الاسنان كلها، يعني انا هعمل العشر اسنان تجميل، الاسنان كلها مثلا 8 اسنان محتاجين كراون واثنين محتاجين فينير، انا بعملهم 2 فينير و8 كراون. لو انا في اي مكان تاني او الدكتور عايز ما يوجعش دماغه وعايز يخلصني بسرعه هعمل العشرة كراونز. انا بشوف انا محتاج ايه بالظبط، لان دي مسؤوليه قدام ربنا برضو. ان انا بيشنت مثلا مش محتاج كراون وانا عملت له كراون عشان انجز في الوقت، دي مش حاجة تمام، يعني مش حاجة كويسة. الفينير بياخد وقت شوية وبياخد عايز صبر وعايز الدكتور يلزقه، لازم يكون 100%، لازم يكون 100% ملزوق تماما.
لو اي حاجه لو نسبه 99% مثلا السنه متحركه من مكانها اصل دي قشره 0.3 مللي انت عشان تحط 3/10 من مللي لو انت عشان تحطها على السنه الموضوع مش سهل عشان تلزقها بنفس الشكل اللي انت رسمه الموضوع مش سهل فبتحتاج وقت فبلاش استسهال يعني بس خليني اوضح يا دكتور ايمن معلش نقطه هنا عشان برضو الناس تبقى واضحه لها الامور هي القصه مش ان مش معنى ان الدكتور هيعمل كراونز ان هو بيستسهل لا احنا ما نقصدش ده احنا نقصد لو السنه تحتاج فينير يتعمل لها فينير لو محتاجه كراون يتعمل لها كراون يعني انا برضو في مريض بيطلب مني فينير واقول له لا هنعمل كراون والعكس صحيح في مريض يطلب مني كراون اقول له لا هنعمل فينير هي القاعده الثابته هنا السنه او الحاله محتاجه ايه بمعنى ان السنه لو سليمه وجيده ووضعها كويس والعضه بتاعته مظبوطه نعمل فينير لكن في حاله ان السنه فيها اعوجاج شديد او ضعف شديد او التجميل بتاعه محتاج تغيير لاتجاهات الاسنان بشكل اكتر هعمل كراون غصب عني وعنه فهيبقى الفكره الرئيسيه احتياجنا للحاله مفيش قاعده ثابته بتقول الكراون او الفينير قد ما علم الدكتور واهتمامه بالكيس عشان يحدد المريض ده محتاج ايه هو لو احنا شفنا الفيديو اللي قدامنا بيتكلم غالبا على فكره البريبريشن بتاع التحضير التحضير وقد ايه ان هو دقيق انت بترسم في 0.3 فقد ايه لازم تبقى راجل محترف وقد ايه لازم تبقى عندك من الصبر انك تشوف زي ما بيقولوا الانجليشن والانكلينيشن بتاع كل سنه السنه دي يعني ايه انجليشن اتجاه السنه هل السنه مايله كده ولا مايله كده ما انت هتحط قشره رفيعه جدا فلازم تبقى بتشوف التحضير ده هيضيف ايه عشان تحط القشره بشكلها كويس فتبان السنه اتعدلت فالانجليشن والانجليشن والانكلينيشن بتاع السنه مهم لكل سنه فالدكتور لازم مركز جدا ان انا بشتغل بشكل بروفيشنال واحنا هنا دكتور ايمن جبنا صور وورينا يعني ورينا الناس قد ايه ان احنا بندرس نشوف الصور من جميع الاتجاهات عشان نشوف التفاصيل الصغيره دي فالفينير سحر ماجيك يحافظ على الاسنان ويدي شكل حلو وما يكلفش المريض بروسيديرز او شغل كتير بس لازم يتعامل بفن ويتعامل بدقة عشان يطلع النتائج المرجوة طيب عايزين نطبق الكلام الحلو ده عملي عايزين نشوفه يعني بكيسز بحالات تعلق لي بقى تقول لي في كل حالة الاختيارات كانت ايه احنا ليه اخترنا كذا ايه المشاكل اللي كانت موجودة الكلينيكال ابليكيشن في طب الاسنان له قيمة كبيرة جدا عن اي فرع تاني يعني الفروع التانية في صعوبة شديدة ان احنا مثلا نطبق الكلام ده في المخ والاعصاب مش هنجيب حالة مخ واعصاب نقعد نتكلم صعبة قوي دي لكن في الاسنان لان ده متشاف فقول لي بقى الحالة الاولانية كانت قصتها ايه واحنا بنشوف كده الحالة برضو حالة تجميلية من حالات التجميل الموجودة في بريتش اللي هي برضو كاستم ميت ايه بقى احكي لي تمام الحالة دي مثلا انت هتلاقي الانياب بس هي اللي متاكلة السنتين اللي في النص معمول له حاجه اسمها كومبوزيت فينيرز انا ساعات بيجي لي بيشنت يقول لي ده الفينيرز انا شفتها في مكان تاني رخيصه جدا دي حاجه اسمها كومبوزيت فينيرز الكومبوزيت فينيرز اللي في السنتين اللي في النص دول بعد 6 شهور بالظبط بيبداوا يغيروا لونهم اللون بتاعهم يبدا ياخد ستين يبدا صبغه تحصل فيهم اسمها كومبوزيت كومبوزيت حشوات كومبوزيت فينيرز يعني فينير عن طريق الحشوات دي بتتعمل دايركت في بوق البيشنت الاي ماكس فينيرز بقى اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي دي بتبقى حاجه ان دايركت يعني انا باخد مقاس بالسيرك بصور وبيطلع لي الفينير بلزقها فوق البيشنت مش بعملها دايركت في بقه هنا مثلا السنتين اللي في النص انا عملتهم فينيرز اللي جنبهم فينيرز بالظبط السنتين اللي في النص دول دي الحاله بعد فينيرز اللي بعدهم فينيرز الانياب هي اللي كانت متاكله قوي فعملتهم كراونز السنان اللي بعدها فينيرز فانا مش بقى لا انا لو انا عايز استسهل انا هعمل كله كراونز والزق على طول في 10 دقايق دي فينيرز دي خدت وقت في اللزق وخدت وقت في الديزاين وخدت وقت في التسليم ويعني ادينا لها وقتها في نقطه مهمه معلش في الصوره اللي قبل كده يا جماعه عشان برضو اتسالت السؤال ده امبارح من بيشنت هل لما احط فينير جنب كراون هيبان الفرق ولا لا يعني انا بوريهم الصوره ان الانياب اتعملت كراونز
والفينيرز اتعملت طالما بنفس الماده في الاسنان في الوسط. لا هي خد بالك يا دكتور ايمن في فرق في السمك. كراون 1 ملي الفينير 0.3. ففي ناس بتعملها لو مش بفهم لطبيعه اختلاف الالوان هتبان فرق ان دي شفافه شويه ودي اكثر يعني الدكانه زي ما بيقولوا. ايوه فاحنا بنركز احنا بنقول لهم لا لو عملت ده لان في حد يقول لك طب خلاص اعمل لي كله كراونز عشان ما يبانش فرق او اعمل لي كله فينيرز عشان ما يبانش فرق. لا حسب احتياجات السنه واحنا اللي نقدر نشتغل باللون عشان نطلعه لك بالشكل الهارموني زي ما انتم شايفين. تمام نكمل بقيه الحاله وبعدين وصلنا للنتيجه دي. تمام يعني ده في قد ايه في كام جلسه؟ ده بجلستين بالظبط. ما بين الجلسه والثانيه قد ايه؟ ثلاث ايام. خد الشكل بس ده عشان كنا بنرسم له سمايل. انا ممكن اسلمها له في نفس اليوم. بس احنا بنقعد نرسم له سمايل بناخد له فيديوز بنقعد نشتغل على سمايل بتاعته وبعدين بعد ما نرسم السمايل نجرب له الاول وبعدين نركب له. لكن انا عندي القدره ان انا اعملها في نفس اليوم. هنروح للدكتور كريم في الحاله الثانيه. ايه قيمه الفيديو؟ معلش نكررها ثاني لانه هو الدكتور عبد الله قال الفيديو. ايه قيمه الفيديو؟ هو ان الناس اللي بيدرسوا السمايل ديزاين ابتدوا يلاحظوا ان انا صوره العيان برسم عليها ابتسامه يبقى شكلها حلو. اول ما احطها فوق العيان والمريض ده يبدا يتكلم ويضحك الاحظ الديفكتس. الاسنان كانت اقصر من اللازم، اطول من اللازم. اكتشفنا ان انت بتتعامل مع شخص ان موشن، انت بتحط اسنان في مكان بيتحرك، فبالتالي انت لازم تشوف الشخص ده هو بيتحرك قبل ما تصمم ابتسامتك عشان تشوفه لما يضحك ايه اللي هيبان، لما هيسكت ايه اللي هيبان. فالفيديو قائم على فكره انك بتتعامل مع مكان بيتحرك، الشفايف بتتحرك، فايه اللي هيبان في وقت ما الشفايف بتتحرك هيفرق جدا في التصميم بتاعك. فاحنا الصور مهمه والفيديوز مهمه جدا عشان نقدر نظهر للبيشنت زي ما قلنا ان في شعوب بتتكلم فاحنا عايزين نظهرها بشكل معين. في ناس بتضحك ابتسامه وايد جدا فانت لازم تاخد بالك ان في اسنان جوه هتبان وهكذا من التفاصيل. دي مثلا الحاله دي احكي لي عنها دكتور. احنا الكيس دي برضو زي ما قلنا ان هي فكره ودي نقطه مهمه انا جايب الكيس دي مخصوص عشانها. ان المريض بيبقى متخيل انا شكل اسناني وحش فانا هروح عند الدكتور عشان اعمل اقل حاجه 22 سنه فممكن ما بقاش قادر من التكلفه الماديه من الناحيه الماديه ولا من الناحيه المعنويه ان انا اعمل كل عدد الاسنان دي. فانا جايب عشان الحاله دي احنا عملنا فيها 6 اسنان بس. يعني ممكن انت تروح لدكتور الاسنان وتبقى حالتك تسمح ان ب6 اسنان بس ابتسامتك تتغير. فانا جايبها عشان اوري ان المريض ده لما ابتسم وفتحنا له بالتشيك ريتراكتور اللي هو الجهاز اللي عندنا اسنانه ما بانش غير الست اسنان اللي احنا اشتغلنا عليهم. فده بيوفر على المريض تكلفه وبيوفر على المريض بروسيديرز شغل في اسنانه. فانت لازم تبقى عارف ان انا ممكن اروح عند دكتور الاسنان عشان اغير السمايل بتاعتي اعمل 6 وممكن اعمل 10 وممكن اعمل 14 وممكن اعمل 20 سنه. فكل الارقام دي متاحه فما تتخيلش ان عشان اسناني شكلها وحش لازم اغيرها كلها عشان ابتسم كويس. لا واحدة واحدة ممكن تقدر تاخد عدد قليل. فالسنة دي كانت ستينز مجرد صبغات فالمريض مش عارف يعيش بشكل الستينز دي. لما جملناها له وشفنا الصورة اللي قبليها بالفينيرز من غير بروسيدير يدوب خشلنا سطح السنة وحطينا عليها الفينيرز اتس فاين. المريض اتبسط واسنانه بقت حلوة وما بردش اسنانه وعمل شكل كويس. طبعا اتس سيمبل عملت عدد قليل تكلفه قليله وجملت اسنانك وبقى شكلها كويس لغايه لما يعني لو حبيت. بس اقصد الاهم في الاهم ده 80% او 90% من ابتسامته بقت شكلها كويس. ما لا يترك كله لا يترك كله هو ده اللي انا عايز اقوله. رائع هو ده اللي انا عايز اقوله. وبرده هنا اللثه والتناغم بتاع اللثه مع الاسنان. يس احنا في بريتش دلوقتي يا دكتور ايمن وصلنا ل 22 دكتور ما شاء الله. وصلنا فريق العمل ل 22 دكتور. مش سايبين بقى تفصيله صغيره غير لما جبنا فيها متخصص عشان نقدر نوصل للنتائج دي. يعني دي مش نتاج شغل فردي ابدا. العمل الجماعي هو طب الاسنان كله قائم على العمل الجماعي ومعظم فروع الطب كده. هروح للحاله الثالثه برضو وتقول لي واحنا بنتكلم على الحاله الثالثه دي التكنولوجيا عملت ايه مع التجميل؟ استفدتوا ايه من التكنولوجيا وهل التكنولوجيا حلت محلكم خلاص يعني باي باي دكتور الاسنان ونتكلم على المشين؟ لا هو الناس افتكرت ان او الدكتورز الكبار افتكروا ان خلاص الماشين ما دام موجوده خلاص انا هطلع شغل بيرفكت خلاص انا مش هشتغل يعني وده غلط تماما. احنا لو شفنا الفرق بين الحالات اللي بتطلع من عندنا من بريتش
بالبريتش كونسبت، بالدراسات، بالبروبورشنز، بالنسب اللي احنا درسناها عملناها، خلاص هو انا اعتقد ان مفيش حد يقدر يوصل للنتائج دي. دي مثلا حاله جايه لنا من سنتر تاني، هي جايه لنا كده، هو ده كده عمل فينيرز بره. يعني تخيل انا رحت بره عملت اسناني طلعت لي بالشكل ده، وجايه بتقول لي انا مش راضي عن النتيجه. فاحنا يعني انا لو جت لي الحاله دي من الاول، انا هطلع شغل اكتر احسن بكتير قوي من اللي انا طلعته، بس انا بعدله. فهنشوف مثلا حاله بعد هتعرف الفرق بين التركيبات. بقت مور نيتشر بالظبط. ده بريتش كونسبت. بقت مور نيتشر، بقت اكثر طبيعيه. كانت الاول شبه تشيك ليستيس. يس. بس خليني برضه دكتور ايمن اكد على نقطه هنا عشان يعني الناس ما تفهمش المعنى غلط. احنا صحيح متحمسين جدا لشغلنا وبنزعل لما بنشوف كيسز وحشه، بس اللي اقصده ان في دكاتره في مصر كتير شاطرين جدا. طبعا. يعني واحنا نقصد ده ونعنيه. يعني مش معنى ان احنا بنتكلم نحن لا نقول ابدا ان ما نفعله هو الوحيد بالظبط. لا لا بالعكس، في ناس كويسه كتير في مصر، مليانه قامات كبيره وناس بتشتغل كويس. وممكن يكون جداً المكان ده كويس، بس فيه طلعت هو احنا من حماسنا احيانا بنبقى يعني نفسنا كان الدكتور يعمل دي. لكن احنا بنغلط والدكتور التاني بيغلط، والتنافس ده هو اللي بيوجد مصلحة المريض على المعنى ده. فخلينا أكد عليها ان مصر مليانة قامات ودكاترة شاطرين جدا، احنا بس بنتحمس لشغلنا. لكن مش معنى ده ان في 100 دكتور يعني الاف الدكاترة في مصر اشطر مننا كتير وبيشتغلوا كويس جدا. انا اشكرك على تواضعك واشكرك على كلامك الحلو ده، لكن الناتشوراليتي الطبيعية تكسب دايما طبعا. وده الترند اللي ماشي دلوقتي. الترند اللي ماشي دلوقتي خلاص ما بقاش التشيكليتس، ما بقاش البيشنتس حتى بقى عندهم من الخبره ان هو يجي يقول لي انا مش عايز سنان بيضاء، انا عايز سنان ناتشرال، انا عايزك تجمل لي اسناني تخليها طبيعيه. حتى اللي بيجي لي بفينيرز عاملها زمان اللي هي البلوكات البيضاء، لا انا عايزها طبيعيه. فده ترند ماشي والحمد لله انه بداوا يقتنعوا بده. يعني عايز بقى اروح لحته ثانيه مهمه قوي. التجميل والزراعه الاثنين اصبحوا يعني زي ما بيقولوا متلازمتين مهمتين جدا، خصوصا ان انت عارف ان مصر فيها اهمال كبير في الاسنان ادى الى فقدان اسنان كثيره. يعني انت طبعا. اعتقد انه 80% يمكن، ما اعرفش انت تعمل احصائيه احسن مني في الحته دي، من اللي بيقول لك عندهم اوريدي اسنان مفقوده. يس يس. بص يا دكتور ايمن، هو انا دايما قلنا كده قبل كده هنا ان التجميل برضو المريض بيجي مبسوط وعايز يوصل لحاجه احلى، فده مريض في كاتيجوري. لكن المريض اللي بيفقد اسنانه وعايز يزرع بيبقى في كاتيجوري تاني، محتاج تتعامل معاه نفسيا بشكل اقوى، ومحتاج تصحح له المفاهيم الخاطئه. يعني الزراعه سبب من اسباب عدم انتشارها في مصر، المفاهيم الخاطئه ان المرضى دايما واخدين افكار غلط خالص عن الزراعه. واحنا هنا يعني من اوائل الناس اللي في البرنامج قلنا عملنا حلقه تصحيح المفاهيم الخاطئه عن الزراعه بس حلقات، واتكلمنا فيها وركزنا فيها. فخلينا اكد ان احنا كدكاتره لما بقيت اقعد مع فريق العمل عندي في الزراعه، بقيت اكد عليهم ان انتوا عليكم مسؤوليه تجاه بلدكم قبل ما يكون تجاه المريض. يعني تصحيح المفاهيم الخاطئه بشكل براكتيكال للمريض، ان المريض يعرف ان الزراعه دي ما بتاخدش غير 10 دقائق، وان الزراعه دي ما فيهاش الم، بقى دور ومسؤوليه على الطبيب اهم كمان من الحاله نفسها ان هي تطلع كويسه، ان هو يتصلح له المفهوم الخاطئ ده. فانا خليني اكد على مفهومين خاطئين في الزراعه واتكلمنا في التيم عندنا، ومفهوم خاطئ عند الدكاتره، يعني مفهوم عند الاطباء مش مظبوط، ومفهوم عند مفهومين عند المرضى مش مظبوط. المفهوم اللي عند المريض اولا انا باكدها لك اهو، وانا الكلام ده على مسؤوليتي وحاسب عليه، ان الزراعه ملهاش علاقه بالسن. الزراعه ملهاش علاقه بالسن، ابدا من بعد 70 سنه فكر في الزراعه، مفيش اي مشكله خالص. يعني انا بتكلم دايما ان المرضى بتوعنا بقوا بيتحركوا من سن 70 لحد سن 85 في حالات الزراعه، بيزرعوا اعداد كبيره من الزراعه. يعني مش بيزرعوا زرع، بيزرعوا 15 زرع 16 زرع على كام فيزيت، على 2 فيزيتس، فيزيت للفك العلوي وفيزيت للفك السفلي. يبقى ما يبقاش الاقي شاب مثلا عنده 30 سنه ويقول لي انا خايف من الزراعه، مستحيل. يعني الزراعه لكل الاعمار ولكل السنين، وامر سهل جدا وما فيهوش تعقيدات، وبروسيدجرز مش هتاخد من الدكتور اكتر من 10 دقائق. ولو الثقافه دي انتشرت كمان هتخلي دكتور ايمن ده وقت خلع الدرس. لو انت جيت على طول الزراعة هتاخد مننا 4-5 دقايق، لان فعلا بقت الامور سهلة جدا. لكن لما
تغيب سنين وتبدا العظم يضعف برضه هنعمل لك زراعه بس بروسيجرز اطول شويه. ماسنج بون يعني العظم تاكل شويه قل شويه برضه هعمل لك زراعه مش هسيبك يعني السنه مفقوده لفتره طويله ده اللي بيحصل في العظم بالظبط بس مش عايز مريض يقول خلاص انا فضلت فتره طويله فمش هزرع لا هندعم المكان ده بعظم زي ما شفنا في الفيديو وهنحط برضه الزرعه بتاعتنا ده معناه ان انت الزرعه ملهاش علاقه بالسن عوض اسنانك عشان تحافظ عليها وتعيش لمده 3 4 ايام بس بشكل كويس ده هدف كويس مش 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 سنين يعني ما فيش حد يجي يقول لي انا كبرت في السن هعيش قد ايه عيش زي ما تعيش لكن المهم حافظ على اسنانك وعوض اسنانك وازرع فده اول كونسبت تاني كونسبت وده حضرتك اكيد هتشترك معايا فيه مرض السكر ايوه اللي مرضى مصريين كتير جدا سابوا اسنانهم مش عايزين يزرعوها عشان انا مريض سكر والسكر هو اللي فقد لهم السنان بالظبط السكر ما هو مريض السكر اكتر واحد بيبقى سهل عنده ان هو يفقد اسنانه مع اني باكد انك لو حافظت على اسنانك مش هتفقدها بس خليني اقول ان انت فقدت اسنانك خلاص احنا قلنا يا جماعه ان الكنترولبل دايابيتس اللي هو المرض السكر المظبوط يزرع اكنه اي شخص عادي خالص ما فيش اي مشكله خالص طيب خليني احط تحت كلمه مظبوط دي 100 خط في مريض يقول لي لا ما انا السكر بتاعي مش مظبوط خدوا بالكم انا اقصد بكلمه مظبوط يعني انت بتتابع مع الدكتور وبتاخد الدواء مش معناها ان السكر بتاعك ما بيطلعش وينزل مفيش مريض سكر السكر بتاعه ما بيطلعش وينزل يعني انا ما اقصدش ان السكر بتاعك مظبوط انك مثبته مثلا 170 وما بيطلعش ولا ينزل عنه لا مفيش مريض سكر ابدا هيعمل ده انا بتكلم ان انت راجل بتتابع مع الدكتور وبتاخد الدواء بتاعك وبتقيس السكر ده معناه ان السكر بتاعك مظبوط فتيجي تزرع في اي وقت اهلا وسهلا بيك لكن معنى ان انا بقالي سنين ما باخدش الدواء وما بتابعش مع الدكتور ده اللي انا هقول له ظبط السكر بتاعك الاول فيا جماعه مرض السكر ملوش اي علاقه بالزراعه ما دام كنترولبل وانا باكد برضو المعلومه دي على مسؤوليتي الشخصيه دي معلومه علميه في اي بيبر هتفتحها ان مرض السكر الكنترولبل ملوش اي تاثير على الزراعه المفهوم عند الدكتورز ودي نقطه لازم ناكد عليها فكره البلاننج المريض التخطيط المريض مش محتاج منك زرعه المريض محتاج منك سنه فتخطيطك للمرحله الثانيه من الزراعه او تركيب الجزء الثاني من الزراعه لازم يبقى من بدري وعشان كده بنقعد قبل الكيس مع 4 متخصصين انا واحد منهم زائد دكتور امبلانتولوجيست هيحط الزرعه دكتور بيريو هيعالج اللثه اللي حوالين الزرعه دكتور بروث هيركب الطربوش اللي فوق الزرعه يبقى المريض بيقابل 4 متخصصين هنا بحدد للمرضى عشان يبقوا فاهمين هم بيشتغلوا صح ولا لا محتاج 4 متخصصين دكتور اللي هو الريستوراتيف اللي هيحط الخطه دكتور هيحط لك الزرعه جوه السنه بتاعتك دكتور هيعالج لك اللثه ودكتور هيركب لك فقابل 4 متخصصين وكن مطمئن ان الزرعه من انجح الحاجات اللي هتشتغلها في حياتك نسبه نجاحها 98% زي ما قلنا الزراعه والتجميل الاثنين بيتعاونوا مع بعض طبعا طبعا ليه لان احنا لو حطينا زرعه ومفيش دكتور علاج لثه ومفيش دكتور تركيبات شكل التركيبه الخارجيه مش هيطلع شكلها حلو اصلا الزرعه ماسكه في بقي بس شكلها ما قفتنيش فعشان كده بنقول دكتور علاج لثه عشان يرسم لك اللثه حواليها دكتور تركيبات عشان يقعد يتخانق مع دكتور الزراعه ويقول له هيحط الزرعه فين بالظبط عشان البلاننج عشان الخطه ففي الاخر احنا 22 دكتور لسه قايلينها ليه عشان التفاصيل الصغيرة دي عشان النتائج اللي ان شاء الله تلاقوها عظيمة بعد كده عظيم واحنا قبل ما نمشي بقى عايز اجابات سريعة الاسئلة السريعة أوكي. ايه اكتر حاجة انت عايزها تتغير في الكونسبت بتاع التجميل عند الناس مضايقاك السؤال متكرر لازم الناس بس يعني تفهم صح عبد الله ناقم على يعني 90% من الحاجات يعني ما بيقبلش باي حاجه جاب السريعه سريعه تقول لي كم نقطه صغيره انا مثلا هوليوود سمايل يعني ابتسامه بيضاء واسنان مرصوصه جنب بعض انا نفسي دي تتغير حاجه تانية ان الفينير بتعمل ريحه وحشه او بتعمل حساسيه في الاسنان لازم تتغير ان التجميل هو تجميل اسنان بس مفيش حاجه اسمها تجميل اسنان في تجميل ابتسامه دلوقتي احنا في 2018 في حاجه اسمها تجميل ابتسامه مفيش حاجه اسمها اسناني شكلها حلو في حاجه اسمها السمايل بتاعتي شكلها حلو بس رؤيتك لحاجتين مهمين العمل الجماعي والقرب الدكتور من المريض العمل الجماعي لا ينفي قرب الدكتور من المريض في ناس بتستغل كلمه عمل جماعي ان ما يشوفش الدكتور خلاص العمل الجماعي خدوا الكلمه يا جماعه عمل جماعي يعني كذا دكتور بيقابلك وكذا دكتور بيشتغلوا معاك مش معناها ان في دكاتره كتير كل دكتور بيشتغل مع عيان
عشان المعنى يوضح للمريض. البيشنت دكتور ريليشن شيب زي ما حضرتك بتقول دي من اوائل الحاجات اللي بتدرس في انجلترا ومن اهمها, وتقييم الدكتور ما بيتمش غير لما يطمنه ان هو فهم ازاي صاحب المريض. لو خرجت من الكلينيك والدكتور مش صاحبك اعرف ان انت خسرت كتير. يعني لو رحت كلينيك وخلصت اسنانك ومشيت وانت حسيت ان الدكتور ده مش صاحبك وانت خارج, اعرف ان انت في جزء من العلاج ما خدتوش. ودي مهمة. تخيل انه الاسنان بتأثر على اداء نجوم الكرة. يعني ده يعني شوف نجوم الكرة اخر دراسة مكتوبة واتعملت على لاعبين من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي, لقوا انه لعيبة الكرة في الدوري الانجليزي اللي اسنانه مش بحالة جيدة ما بيأدوش في البريمير ليج بشكل كويس. يس, هي دكتور ايمن الاسنان دايما انديكيشن لثقة الشخص في نفسه. ومفيش لعيب كرة هيبقى كويس غير وهو واثق في نفسه. يعني تخيل انا شفت فيديو لكريستيانو رونالدو ايام ما كان سنة الوحش, لا ومن 15 سنة المذيعة سألته مين احسن لعيب في العالم, قال لها انا. الكلام ده هو لسه صغير جدا. يعني فانا شفت كان سنانه مش حلو في الاول. انا اقصد وعشان كده عملها. عشان فهو في الاخر لعيب الكرة او الفنانين او النجوم, انا بشوف ده بعيني عندي من تعاملنا مع النجوم, النجم لو اسنانه مش عاجباه مش هيعرف يأدي ويثق في نفسه. الثقة في النفس يعني أداء كويس, يعني وظيفة كويسة, يعني نجومية, يعني تواصل مع الناس. وده مهم قوي. أنا مبسوط جدا بهذه الجلسة الطبية الرائعة جدا الممتعة كالعادة, يعني أنا مبسوط كمان بالأداء العلمي الرائع اللي أنت بتقدمه. يعني بجد أنت عملت نوع من التدعيم العلمي للإعلام الطبي الخاص بطب الأسنان, وكان بيعجبني دايما دايما في حوارك العلمي, وده اللي احنا سعينا له في طب الأسنان طبعا. يعني احنا حتى في لقاءاتنا في طب الأسنان يعني بنعمق المعلومة وبنفصلها, وده شيء مهم جدا. واعتقد انه زي ما قلت لك انت عملت مسار معين لطب الأسنان الإعلامي, وده شيء انا في نفسي اشهد لك بيه. وما شاء الله هذا الأسلوب كتير بقى بعد كده تبعه, وده شيء كويس. يا دكتور ايمن احنا هنا, وانا قلت لحضرتك ده ان يعني كل فتره انا بجلد نفسي. احنا لما بنقول مثلا الدكاتره الدكتور ده عمل كذا واحنا مش عاجبنا الشغل ده, احنا بنجلد نفسينا اكتر بكتير من اللي بتشوفوه على الشاشه. بنحاسب نفسينا جدا, وبنعرف ان العلم ده بحر مهما خدت منه لسه انت ما تعرفش حاجه. يعني دكتور عبد الله انا بسعد جدا بزيارتك ليا, وبسعد بارائك, وبسعد ب يعني ارائك المباشره اللي بيعجبني فيها. يعني رغم ان هو يعني في طور الشباب لكن ما شاء الله خبره رائعه, وغير كده بقى صريح بطريقه يعني مفرحه. عارف الصراحه المفرحه, هو دايما اللي بيشتغل كويس بيبقى لا صريح لا ما بيقبلش بالنتائج. عارف اللي هو بيروح لك ده رأي غلط والاتجاه ده غلط وكلامه صح, بيبعد عن النقط الرمادية ابيض يا اسود. ده دي مساله مرتبطه فعلا. عزيزي الاستاذ دكتور كريم ابراهيم والدكتور عبد الله متولي كانوا في الدكتور في حوار ممتع في الاسنان, يجمع ما بين الفكر الدقيق جدا في عالم الزراعه, الفكر الدقيق والرؤيه الجماليه لعالم التجميل, وتبيين انه عمل جماعي معناه في طب الاسنان أكثر من منطقة مضيئة جدا. مش معنى العمل الجماعي أن نتوه المريض, العمل الجماعي معناها توافر قوة معينة لخدمة مريض في النهاية, لكن كل قوة بتدي أقصى ما عندها لهذا المريض, وده لأنه الأسنان مش شيء سهل, الأسنان شيء صعب جدا. خليكم دايما فاهمين كده, وخليكم مع الدكتور. قدرتنا على إنشاء مؤسسة فيها تفاصيل صغيرة زي المركز البريطاني هنا ما كانش بالسهولة أبداً اللي الناس ممكن تتخيلها. إنشاء مؤسسة تحتوي على جميع تخصصات طب الأسنان بجميع تفاصيلها, تحتوي على من 18 ل 20 دكتور,
بجميع الأعمار السنية، عايزين نستفيد من خبرات دكاترة على مدار 30 و 40 سنة في ماركت الأسنان وفي إكسبيرينس في الماركت والكلينكس، وعايزين نستفيد بالشباب الصغير اللي عنده الريسنت ريسيرشز والأبحاث الجديدة وكيفية إن احنا ندمج ده عشان يشتغل الناس دي كلها أزا تيم وورك أو كمجموعة تقدر تقدم للمريض المصري والمريض العربي نوع آخر من طب أو من الخدمة الطبية اللي هو محتاجها، اللي كان مفروض أنه بيسافر لها أوروبا عشان يحققها. ده كان حلم كبير عندي. المركز البريطاني بالنسبة لي هو فكرة أكتر منها مكان أو مؤسسة لها مكان معين، قد ما هي فكرة لو اتغلغلت في دماغ الدكاترة والجيل الجديد في طب الأسنان ممكن نحدث طفرة أكتر من اللي حاصلة دلوقتي. اللي بيميز فريق العمل هنا اللي هو ان احنا كلنا عندنا استعداد نتعلم من بعض، احنا ما حدش رأي او حد، لا احنا كلنا بنسمع بعض. حتى دكتور كريم ساعات لما اقول له هو بيكون مكرر خطط علاج بألفت انتباهه الحتة بيبتدي يفكر فيها، بنسمع بعض، فدي حاجة مهمة. طبعا وجود فريق عمل بيفرق، يعني احنا هنا بنشتغل كتيم، في حد بيشخص الحالة من الاول، في حد بيبقى معايا في التركيبات، او احنا كلنا بنبقى مع بعض طول فترة العلاج، كل واحد فينا متخصص بس في الآخر التخصصات دي بتكمل بعض، يعني مبيبقاش كل ديبارتمنت مستقل أو كل قسم مستقل بذاته، لا بيبقى الناس كلها في الآخر شغالة مع بعض، سواء قبل ما نشتغل أو إحنا شغالين أو بعد ما بنشتغل. حلم حلمته وأنا كنت في إنجلترا وشفت قد إيه كيفية التقدم وكيفية التنظيم اللي بيتم في المؤسسات الإنجليزية، وصممت ولك أن تتخيل قدر الصعوبة اللي الواحد كان بيتخيلها هو راجع مصر وبيفكر ينشئ مؤسسة بنفس الفكر ده. خدنا وقت كبير عشان أقدر أظهر الشكل المكتمل ده، لأنه كان في الأول بنقدر نجمع بعض الرتوش لحد ما نوصل للشكل المكتمل. المركز البريطاني بالنسبة لي هو فكرة أكتر منها مكان أو مؤسسة لها مكان معين، قد ما هي فكرة لو اتغلغلت في دماغ الدكاترة والجيل الجديد في طب الأسنان ممكن نحدث طفرة أكتر من اللي حاصلة دلوقتي.